بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في حصتكم لمادة الرياضيات والموجهة خصيصا للأقسام النهائية الشعب العلمية، لنراجع معكم دروس وتطبيقات مادة الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي، لنحضر معا لاختبارات الثلاثي الأول خاصة وامتحان شهادة البكالوريا، وتكملة لما بدأناه في درس أو في شبه الدرس الذي قلنا من خلاله تتمات على الدالتين اللوغاريتمية والأسية، يعني كاين بعض اللمسات التي نضيفها لهاتين الدالتين لكي تكون الدرس أو الملاحظات معمقة لهاتين الدالتين. إذن كما درسنا في الحالة السابقة، إشارة العدد A لوغاريتم X زائد B، نتعرف بنفس الطريقة إلى إشارة هذا المقدار لأننا نحتاجه خاصة في إشارة المشتقة بصفة عامة لما تكون الدالة معطاة ومشتقتها تخرج لنا بهذه الطريقة. إذن هل يعني دائما نطرح التساؤل التالي، هل هذا العبارة أو هذا المقدار هل نتعامل معه مثل ما نحفظه من قوانين، وخاصة هذا AX زائد B اللي هو كثير حدود من الدرجة الأولى، والتلميذ طبعا حافظه. إذن هذا لو نذكركم به، X مجموعة تعريف من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، الجذر الذي يعدم هذا هو ناقص بي على أ، وطبعا كاتبين قانون مشهور معروف، هنا نكتبوا عكس إشارة أ، وهنا طبعا نفس إشارة أ. هل هذا المقدار اللي راه موجود في العنوان هل نتعامل معه مثل هذا؟ الجواب لا ندري، نحاول ندرسه بالتفصيل. إذا فرضيات أو معطيات هذا الحصة، F لx تساوي A أسية x زائد B، طبعا مع A ينتمي إلى R نجمة و B ينتمي إلى R. نريد أن نعرف الإشارة. إذن المطلوب دراسة إشارة Fx. إذن نحاول من خلال هذه العجالة من الوقت أن نجيب على هذا التساؤل. أولا مجموعة التعريف هي الأولى، طبعا مجموعة التعريف واضحة، الأسية مجموعة تعريفها R، إذا D تساوي R، هذه أول. ثانيا لاحظوا الآن، هذا لا نتعامل معه مثل A لوغاريتم X زائد B، قلنا أولا متى تنعدم، بعد شفنا الحالة متى تكون موجبة متى تكون سالبة، نظرا لأن في هذا المقدار عندي قاعدة أساسية حافظينها، هو كون أن الأسية موجبة تماما، هذه الآن تفيدنا كثيرا، ما هوش مثل اللوغاريتم A لوغاريتم X زائد B، اللوغاريتم ينتمي إلى R، يعني ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب وممكن يكون معدوم، لهذا وجدنا أن إشارة هذا المقدار نتعامل معها مثل هذا، لكن راكم تلاحظوا عندكم شرط أساسي أن الأسية موجبة، وبالتالي عندكم حالتين. إذا ثانيا لدراسة إشارة F X نميز ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كان A أكبر من الصفر، نصغر الكتابة هذه باش تبقى في سطر واحد، الحالة الأولى إذا كان A أكبر من الصفر
وبأكبر من الصفر، يعني A وB من نفس الإشارة وموجبين تماما، عندئذ الإشارة تكون واضحة للجميع لأن الأسية موجبة. إذا A موجب تماما والأسية موجبة تماما والB موجب تماما، فواضح أن Fx عند ذلك الحين تكون موجبة. واضح. نمر الآن إلى الحالة الثانية، إذا كان A سالب و B سالب تماما، كلاهما في اثنين، A سالب تماما و B سالب تماما. طبعا لماذا هنا؟ لأن الأسية موجبة تماما. تحب يزيد يشرحها يشرحها، لأن الأسية دائما موجبة. هنا أيضا واضحة الإشارة، فإن fx ما هي إشارتها؟ ما دام الأسية موجبة تماما وA سالب، إذا هذا المقدار يكون سالب، سالب في الموجب إذا سالب، والB سالبة، إذا f لx تكون سالبة لأن الأسية موجبة. تبقى لنا الآن الحالة الأخيرة، الحالة الثالثة، إذا كان A في B أصغر من صفر. طبعا هذه الحالة الأولى والحالة الثانية نقدر ندمجهم في حالة واحدة، نقول A في B أكبر من صفر. ما معنى A في B أكبر من صفر؟ معناه الـ A والـ B من نفس الإشارة، يعني A موجب B موجب درسناها في الحالة الأولى، أو A سالب B سالب درسناها في الحالة الثانية. أما الآن الحالة الأخيرة، إذا كان A و B من إشارتين مختلفتين، إذا هذا معناه أي A و B من إشارتين مختلفتين، يعني واحد موجب والثاني سالب، نقسمها إلى حالتين، الحالة ألف والحالة باء. لكن قبلها قل فإن هنا في هذه الحالة ما دام A موجب B سالب أو العكس، هنا هذه العبارة إشارتها تكون غير واضحة، ماهيش كما الحالة الأولى والحالة الثانية. إذا نبحث عن الأعداد التي تعدمها، فإنه من أجل كل إكس من دي F لإكس تساوي صفر، معناه A أسية إكس زائد B تساوي الصفر، المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، A أسية إكس تساوي ناقص B. حاول دائما لما تستعمل الرموز الرياضية التي تحتاج إلى ضوابط وشروط أن تتأنى في الحسابات. الآن واش غادي نكتب؟ غادي نكتب أسية X تساوي ناقص B على، قاعد تقول على، تأكد لي أولا من أن المقام غير معدوم لكي يكون الكسر هذا عنده معنى. بالفعل قاعد نقسم على A، A غير معدوم، إذا نستطيع أن نكتب هذا أسية X تساوي ناقص B على A. واضح؟ الآن لإيجاد X، طبعا نتأكد باللي هذه تكون عدة حل لما يكون هذا موجب تماما، لأن الأسية راها موجبة تماما، إذا كان تساوي قيمة سالبة نقول مستحيل، لكن هذا بالفعل قيمة موجبة، نتأكد من ذلك، يعني عندها حل. البي والآ من إشارتين مختلفتين، معناه جداءهم يكون سالب والقسمة أيضا تكون سالبة، سواء هذا أو هذا. إذا تأكدنا الآن بدون ناقص هذه، بي على آ نظرا لأن الآ والبي من إشارتين مختلفتين، إذا بي على آ، بي على آ يكون سالب، ما ضربه في الناقص يكون موجب تماما. إذا معادلة تقبل الحل الوحيد، ما هو الحل؟ نرجع للقواعد، أسية إكس تساوي A، وطبعا A موجب، إذا ما هو الحل؟ تقول لي X يساوي، حذفنا الأسية، إذا ظهر اللوغاريتمية، لوغاريتم، طبقوها، إذا X ماذا يساوي؟ لوغاريتم ناقص B على A. إذا أثبتنا باللي Fx تنعدم عند قيمة واحدة هي هذه، وحذاري أن تقول هذه راها كتابة خاطئة. هذه الكتابة بالفعل هذه صحيحة، الكتابة الخاطئة اللي راها تدور في ذهنك أنت، لوغاريتم
بي على ا هذا هو الخطأ بعينه. لماذا؟ لان البي والآ من اشارتين مختلفتين، معناها البي موجب والآ سالب او العكس. هنا تكون الخطأ، هنا هذا المقدار سالب ولا يجوز ان نكتب قيمه سالبه داخل اللوغاريتم. اما هذه صحيحه فعلا لان ناقص بي على ا موجب تمام. اذا هذا فيما يخص اف اكس تساوي صفر. الان نحل احدى المتراجحتين، اذا نختار متراجحه ونحاول نعالجها. اذا هذه الحاله رقم ثلاثه مازال ما كملناهاش. الان نشوف هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نختار احدى المتراجحتين ولتكن مثلا اف لاكس متى تكون موجبه. اذا اف اكس تكون موجبه تكافئ منطقيا. نكتبها تولي ا أسية اكس زائد بي اكبر تماما من الصفر. المجاهيل في جهه والمعالم في جهه، تصبح ا أسية اكس اكبر من ناقص بي. تردوا بالكم الان، هذه الان لا نستطيع ان نواصل. هذه نسميها الان ما كتبناش نظن نجمه، اذا نسميها نجمه. الان واش غادي نكتبوا لو نواصل؟ ا أسية اكس اكبر من ناقص بي، غادي نكتب أسية اكس ونقسم على ا، تولي ناقص بي على ا. هنا ترد بالك راك في متراجحات. هل هذا اللي قسمنا عليه اولا معدوم ولا غير معدوم؟ الجواب غير معدوم، اذا جائز القسمه. هل نغير الاتجاه ولا ما نغيرش؟ طبعا تعرفون جميعا ان علاقه اكبر تتغير الى علاقه اصغر اذا قسمنا او ضربنا في عدد سالب. اذا ا هذا سالب ولا موجب؟ لا ندري. لهذا ممكن ما تغيرش في حاله ا موجب وممكن تغير في حاله ا سالب. لهذا نضطر ايضا الى دراسه حالتين. اذا الحاله الف، اذا كان نختار الان ا موجب والحاله الثانيه ا سالب. الحالة ألف إذا كان أ أكبر تماما من الصفر، وطبعا الحالة مادام أ أكبر من الصفر بي وش يكون؟ يكون سالب، لأن في الحالة رقم ثلاثة. إذا كان أ أكبر من الصفر نستطيع أن نواصل. واصلوا الآن. نجمة تكافئ، يعني هذه ماذا تكافئ؟ أسية إكس اكبر ما تغيرش. لماذا؟ لان قسمنا على عدد على عدد موجب، تصبح ناقص بي على ا، واضحه لان ا راه موجب. اذا اكس اكبر، حذفنا الاسيه، اذا ماذا نظهر؟ نظهر اللوغاريتميه، تصبح لوغاريتم ناقص بي على ا بهذه الكيفيه، واضح. يعني اكس الى اين تنتمي؟ تنتمي من المجال المفتوح لوغاريتم ناقص بي على ا الى زائد ما لا نهايه، واضحه. واشاره اف لاكس في هذه الحاله تعطى بي. هاي الحاله بدنا ندرسوها. اذا هذه اكس وهذه اف لاكس، دائما هذه راه تحت الحاله رقم 3. اذا مجال التعريف ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، العدد الذي يعدم هو لوغاريتم بين قوسين ناقص بي على ا، هنا ينعدم اف اكس تنعدم. هنا واش ندير وهنا واش ندير؟ ما نقدرش ندير الان عكسه وهنا نفسه، ما كانش هذا. اذا نرجع اف اكس موجبه، وراها اف اكس موجبه عندك. اف اكس اكبر من الصفر مشينا بها، واصلوا واصلوا الى ان وجدنا هذا المجال. هنا ندير اشاره زائد من هذا المقدار الى زائد ما تكون هنا موجبه، وهنا واش تكون؟ طبعا تكون سالبه، واضح. هذه اضافه فقط. ما معنى هذا؟ يعني نحاول نجيبوا القانون. هذا لو تلاحظوا هذا راه موجب، يعني مثل ا، اذا هذا هو اشاره ا، وهنا طبعا عكس اشاره ا، وهذه هي اف اكس. باش نخرجوا بنتيجه فيما بعد. مازال عندنا حالة أخرى، الحالة ب. إذا الحالة ب بهذا الشكل، إذا كان أ أصغر من الصفر. طبعا إذا كان أ أصغر من الصفر بي وش يكون؟
أكبر من صفر لأنهم إشارتين مختلفتين. عندئذ النجمة هذه نعاودها لكم، إذا هذه أ باش تتبعوا معايا، أ أسية إكس أكبر من ناقص بي سميناها نجمة. إذا النجمة تكافئ أسية إكس، غادي نقسم على أ، إذا نصبح هنا ناقص بي على أ، وتردوا بالكم ما دام أ سالب لما نقسموا على عدد سالب أو نضرب في واحد على أ، أنتم أحرار، إما نقول نقسم على أ ونضرب في واحد على أ الطرفين، ما دام هذا أ سالب الاتجاه يتغير، كانت أكبر تصبح أصغر تماما. إذا إكس حذفنا الأسية، إذا ماذا نظهر؟ اللوغاريتمية تبقى أصغر من اللوغاريتم ناقص بي على أ، لأن الدالة اللوغاريتمية دالة متزايدة. ما معنى هذا؟ معنى إكس تنتمي من ناقص ما لا نهاية إلى هذا العدد اللي هو لوغاريتم ناقص بي على أ، وإشارة إف لإكس تعطى بي. نعاود نديرو جدول مثل الأول بهذه الطريقة. إذا هنا x ثم f x ثم الخروج بقانون، إذا هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، العدد الذي يعدم f x هو دائما لوغاريتم ناقص b على a، هكذا ناقص b على a، إذا ينعدم بهذه الطريقة. أو خلينا مثلا نحاول نصلحوا هذه في الكتابة باش تكون واضحة. إذا هنا لوغاريتم ناقص ب على أ، وهذه زائد ما لا نهاية ناقص ب على أ. إذا اف اكس تنعدم عند هذا المقدار. الآن الإشارة نرجع الآن، واش رانا درنا هنا؟ اف اكس مجابة، وراء اف اكس مجابة هذا مشينا به، اف اكس مجابة في الحالة ب واصل اف اكس مجابة، معنى هذا معنى هذا الى ان وصلنا هذا، معنى اشارة زائد في باب في هذا الجهة، هذه زائد وهذه سالب. لو دققت جيدا ماذا نجد كقانون؟ هذه اف اكس من ناحية الاشارة، هذه مجابة عكس هذه، رانا في الحالة الثانية ا آه سالب وهذه مجابة، هنا نقول عكس اشارة ا آه، وهنا ناقص مثل هذه نقول إشارة أ. هذا هو الجواب. عندئذ نخرج بحوصلة أو بخاتمة أو بنتيجة أن هذا، ردوا بالكم منه، هذا أ أسية إكس زائد بي نتعامل معه كمثل تعاملنا مع إشارة كثير حدود الدرجة الأولى في حالة واحدة، لما يكون الأ والبي من إشارتين مختلفتين، أما باقي الحالات فتكون الإشارة واضحة. وأيضا عندنا نتيجة ثانية كما رأيناها في الدالة اللوغاريتمية، إذا كان أعطانا مقدار A أسية 2X زائد B أسية X زائد C أيضا يخضع إلى هذه الشروط. إذا كان A في B أصغر من الصفر، تردوا بالكم من الشرط، إذا كان A في B أصغر من الصفر، ما معنى هذا؟ يعني A و B من إشارتين مختلفتين، أي أن A فاصل B من إشارتين مختلفتين، واضح؟ من إشارتين مختلفتين، فإننا نتعامل مع إشارة المقدار هذا A أسية X زائد B بهذا الشكل، مع A ينتمي إلى R نجمة و B تنتمي إلى R، مثل تعاملنا مع إشارة كثير حدود من الدرجة الأولى. طبعا وذلك لوضع أسية X يساوي T. إذا نظن النتيجة هذه واضحة. تردوا بالكم في الحصة السابقة، A لوغاريتم X زائد B ما عنده شرط، نتعامل معه مثل إشارة كثير حدود من الدرجة الأولى، أما هنا بشرط.
أما الحالة الأخرى واضحة، لما يكون A موجب B موجب فهذا موجب، لما يكون A سالب B سالب فهذا سالب. فقط في الحالة اللي يكون A و B مختلفين في الإشارة نتعامل معه مع مثل إشارة كثير من درجة الأولى. النتيجة الآن رقم 2 كما رأينا أيضا في الدالة اللوغاريتمية، إذا كانت الأعداد A فاصلة B فاصلة C من إشارات مختلفة، إيش معناها؟ معناها A سالب B موجب C موجب، معناها A سالب B سالب C موجب، معناها A موجب B موجب C سالب، يعني الحالات المختلفة ما يكونوش من نفس الإشارة، إذا من إشارات مختلفة فإنه لدراسة إشارة المقدار هذا اللي هو A أسية 2X زائد B أسية X زائد C، يعني الآن لو تضع أسية X تساوي T يصبح هذا من الدرجة الثانية. طبعا نشترط أن يكون A غير معدوم، وطبعا B و C أعداد حقيقية. إذن لدراسة إشارة هذا المقدار ننصح بالتحليل، يعني تحاول الآن تستعمل بعد ما تضع أسية X تساوي T وترجع المعادلة من درجة ثانية وتحسب دلتا، الآن من الأحسن رجعوا إلى جداء عاملين من هذا النوع. إذن فإنه لدراسة إشارة المقدار هذا نحلله، هذه القاعدة أحسن، نحلله إلى جداء عاملين من الشكل، طبعا واش من الشكل؟ الشكل هذا، لكن لا يجوز أن نكرر مزمرتي، نعدكم الأ والبي رانا استعملناهم الأ والبي، لهذا نقول من الشكل ألفا في أسية إكس زائد بيتا، طبعا مع ألفا غير معدوم، يعني ألفا ينتمي لأي نجمة ممكن نكتبهم في هذه الجهة، مع ألفا ينتمي لآر نجمة وبيتا تنتمي لآر، يعني تحاول تحلو إلى جداء عاملين من هذا الشكل، وذلك طبعا بوضع يعرف الجميع هذه، وذلك بوضع أسية إكس يساوي تي، ونرجع إلى الحالة السابقة. طبعا هذا كله نوضحه بالأمثلة التطبيقية والتمارين الخاصة بهذا المقدار، واضح؟ إذن مع التمرين التطبيقي الأول لتطبيق قانون المقدار هذا اللي هو من ناحية الإشارة A أسية X زائد B، طينا الآن القوانين كيف نحدد إشارة هذا المقدار. هذا التمرين أمامكم في السبورة، يمكن أن تقرأه بتأني وتحاول أن توقف الفيديو للحظات لتحاول في كل واحدة من هذه الحالات، ثم بعد ذلك تطلع على الحل لتحاول أن تقيم نفسك بنفسك. إذن الحل نبدأ رقم واحد، ما فيهاش مشكل. إذن رقم واحد F لX تساوي 3 أسية X زائد 5. طبعا هنا راه عفاني من مجموعة التعريف، لأن قال الدالة معرفة على R، إذا مدى معرفة على R إذا مجموعة التعريف عطاها لنا، إذا دي تساوي A معطات. الآن هذه إشارتها واضحة، لاحظوا الآن هذا راه من الشكل A أسية X زائد B، معامل الأسية هو الأ يعني 3، وهذا هو البي، بما أن هذا موجب تماما وهذا موجب تماما والأسية موجبة تماما واضحة، إذن واضح من أجل كل إكس من دي إف لإكس أكبر من الصفر السبب لأن الأسية موجبة، إذن إشارتها واضحة موجبة، هذا رقم واحد فيهاش مشكلة. نمر الآن إلى رقم 2 F لإكس تساوي 1 ناقص جذر 2
أسية X ناقص 2. طبعا مجموعة تعريف معطات A هذه أولا، ومن أجل كل X من D ما نروحش مباشرة ندير F X تنعدم بعد F X، أول شيء نلاحظ بعد ذلك نقوم بالترتيبات اللازمة. طبعا هنا لو تلاحظ جيدا هذا المقدار هذا هو A وهذا هو B، رانا في الحالة الـ A والـ B من نفس الإشارة، هذا B راه سالب وهذا واضح باللي سالب، A ناقص جذر 2، جذر 2 قيمتها التقريبية 1.4، 1.4 إذا 1 ناقص قيمة سالبة، إذا هذه سالبة وهذه سالبة والأسية موجبة، إذا السالب في الموجب تعطينا سالب، مع السالب تكون سالب، فنكتب عندئذ مباشرة اف اكس سالبة، والسبب لأن وكنا نشرحوها بالتوضيح، طبعا هذا واضح سالب، ممكن واحد ينسى هذا، لأن 1 ناقص جذر 2 سالب، والأسية طبعا موجبة. إذا هذا فيما يخص الحالة الثانية. نمر الآن إلى الحالة رقم 3. إذا F لX تساوي 2 أسية X ناقص 4. هذه رقم 3. أول شيء مجموعة تعريف معطات D تساوي A. ثانيا هنا تمشوا الآن من أجل كل X من D. لاحظوا الآن الـ A قيمتها 2 والبي قيمتها ناقص 4 من إشارتين مختلفتين. في هذه الحالة اف اكس حتما تنعدم، والإشارة نتعامل معه مثل إشارة كثير حدود من الدرجة الأولى. إذا أول خطوة نبحث عن الأعداد التي تعدم اف لإكس. اف لإكس هي هذه، إذا تصبح 2 أسية إكس ناقص 4 تساوي الصفر. المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، هذا معناه أسية X تساوي 4 على 2 يعني 2. نحذف الأسية باللوغاريتم، طبعا نكتب هنا X، يعني حذفت الأسية نكتب هنا لوغاريتم 2، حل وحيد. وإشارة FX في هذه الحالة تعطى B، الجدول بهذه الكيفية، ثم نكتب هنا X وهنا F لX. هنا مجال التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. العدد الذي يعدم F لX هو لوغاريتم 2، وطبقوا القانون ماهوش كما الحالة الأولى والحالة الثانية. إذا أصغر منه نكتب عكس إشارة A. شنو نقصدوا بA هذا؟ إذا عكس معامل الأسية وراها اف اكس، ها هنا اف اكس راكم تلاحظوا فيها معامل الأسية موجب، هذا هو A، عكسه هنا وهنا نفسه. إذا هذه هي إشارة اف اكس في الحالة رقم 3. نمر الآن إلى الحالة رقم 4. اف لإكس تساوي 1 ناقص أسية اكس. أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا دي تساوي اف. ثانيا نلاحظ أن إشارتها غير واضحة، لماذا؟ لأن الـ A والـ B من إشارتين مختلفتين، A هو معامل الأسية يعني قيمتها ناقص 1 والـ B هي 1، عندئذ نبحث عن العدد الذي يعدل من أجل كل X من D. F لـ X تساوي 0 معناه 1 ناقص أسية X تساوي 0، يعني أسية X تساوي 1، قلنا هذه الجهة الثانية، هذه بدون استعمال اللوغاريتم، هذه مكتوبة على شكل أسية X تساوي أسية الصفر، هذا معناه X يساوي الصفر، يعني وجدنا حل وحيد يعدم F X. وإشارة F X نتعامل معه مثل إشارة كثير حدود من الدرجة الأولى، هذا X وهذا F X. مجال التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، هذا العدد الذي يعدمه، إذا لا تنعدم. أصغر منه عكس إشارة A، واش نقصد بA؟ معامل الأسية، هذه الأسية معاملها هو ناقص 1، إذا ندير هنا عكس موجبة سالب، ونكون بذلك قد أجبنا عن الحالة رقم 4. خامسا وأخيرا F لX تساوي أسية 3 ناقص X
ناقص واحد. ونريد إشارة اف اكس. هنا تردوا بالكم، أولا هذا راح تلاحظ فيه لا يخضع إلى هذا القانون لأنه لا يشبهه أصلا. هذا راه الأس 3 ناقص إكس، وهذا الأس هو إكس. إذن هذا لما قلنا لما يكون أ و ب من إشارتين مختلفتين فإن إشارة هذا المقدار نتعامل معه مثل إشارة كثير من الدرجة الأولى. هذا لا ينطبق على هذا، إذن هذا نعالجه بطرقنا الخاصة. لكن كملاحظة فقط، لو كان أعطاني هذه هنا زائد واحد إشارتها واضحة. الأسية هذه رقم تلاحظوا فيها موجبة، لأن مش أسية X، أسية E بصفة عامة موجبة تماما، وهذا موجب تماما، فالإشارة واضحة Fx أكبر من صفر. لكن لما تكون بهذه الطريقة إذا نعالجها بهذه الكيفية. أولا مجموعة التعريف D تساوي رقم تلاحظوا الأس عبارة عن كثير حدود، إذا مجموعة التعريف هي L، كاش مشكل. ثانيا نبحث عن العدد الذي يعدم أولا ثم ندير الإشارة من أجل كل X من D، متى تكون عبارة fx معدومة. معناه أسية 3 ناقص x ناقص 1 يساوي الصفر، معناه أسية 3 ناقص x يساوي 1. بإمكانك أن تكتب 3 ناقص x حذفت الأسية، إذا ندير هنا لوغاريتم 1، ولوغاريتم 1 يساوي صفر. هذه طريقة. طريقة أخرى نستطيع أن نكتب أسية 3 ناقص x الواحد هو أسية الصفر. نستند إلى خواص الأسية، إذا الأس يساوي الأس، يعني 3 ناقص x يساوي صفر، هذا معناه x يساوي 3. هذه أول. إذا وجدنا أن fx تنعدم من أجل x يساوي 3. الآن لا نستطيع أن نتنبأ بإشارة fx ونستعمل الجدول وندير الإشارة، نقول أقل منه عكس وأكبر من نفس، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأس رقم تلاحظوا 3 ناقص x، بينما هنا الأس هو x. ماذا نفعل عندئذ؟ نحل إحدى المتراجحتين، ثالثا نختار متراجحة سواء كانت أكبر ولا أصغر. إذا مثلا نختار الأكبر، إذا f لx متى تكون موجبة؟ تمام، نمشوا بها عادي، تكون موجبة نعوض fx، يعني أسية 3 ناقص x ناقص 1 أكبر من الصفر. المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، أسية 3 ناقص x أكبر من الواحد، هذا معناه أسية 3 ناقص x أكبر من الواحد، نكتبها بالشكل أسية الصفر. وبإمكانك أيضا ما تكتبش هذه، واكتب مباشرة 3 ناقص x أكبر، ما تغيرش، لأن الدالة اللوغاريتمية دالة متزايدة، نحذف الأسية نبين في مكانها اللوغاريتمية، تصبح لوغاريتم واحد وتوصل، يعني هذه مقبولة. الآن استنادا إلى خواص الأسية، عندنا قانون أسية X أكبر من أسية A، هذا معناه X أكبر من A، طبعا لا نغير علاقة أكبر، أصبح 3 ناقص X أكبر من الصفر، ننقل X للجهة الثانية، أصبح 3 أكبر من X. قراءة تبع المجهول، إذا هذا المجهول نقرأه X أصغر من 3، إذا هذا معناه X أصغر من 3، لم نغير طبعا، قراءة X أصغر من 3، معناه X تنتمي من ناقص ما لا نهاية إلى 3 مفتوح. مادام تحصلنا على Fx متى تكون موجبة، إذا Fx تكون سالبة في المجال المتبقى، وبالتالي نستطيع الآن أن نستعين بالجدول ونقول وإشارة F لX تعطى ب الجدول التالي، هذا X وهذا Fx هكذا. هنا مجال التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وهنا نديروا العدد الذي يعدم. ما هو العدد الذي يعدم؟ هو 3. إذا نكتب هنا 3. هنا ما كانش قانون تقول لي أصغر عكس منا نفسه، هذا خطأ. fx احنا حلينا احدى المطار، fx متى تكون موجبة؟ نمشي بها، fx تكون موجبة بهذه الطريقة، ها هو المجال. إذا fx تكون موجبة تماما في هذا المجال، وراء هذا المجال اللي منا، يعني هنا ما تكون موجبة. ماذا المجال هذا واش تكون؟ تكون سالبة. إذا كان fx من هذا الشكل، أعطينا القانون كيف نطبقه.
وإذا كان اف اكس لا تخضع إلى هذا الشكل تحلها بهذه الكيفية. نظن هذا التمرين كافي لتدعيمكم وتطبيق إشارة A أسية X زائد B. بقي الآن تمرين ثاني عن نتيجة رقم 2 اللي هي إشارة A أسية 2X زائد B أسية X زائد C. الآن مع التمرين الثاني وهو تطبيق على المقدار أو إشارة المقدار A أسية 2X زائد B في أسية X زائد C. إذا نبدأ الآن في الحل، التمرين أمامكم ممكن تقرأوه بتأني وتعالجون حالة بعد حالة، كل واحدة تعالجوا حالة. أول الحل، نبدأ بالحالة رقم 1. إذا F لX تساوي أسية 2X زائد أسية X زائد 4. طبعا مجموعة التعريف أعطيت لنا ونظن هذه إشارتها واضحة. لاحظوا الآن A هو معامل أسية 2X والB معامل أسية X والطرف الحر هو C. واش راكم تلاحظوا الآن؟ تلاحظوا A موجب تماما والB موجب تماما والC موجب تماما، وإضافة إلى ذلك الأسية موجبة تماما، فإشارته واضحة. إذا أعطانا مجموعة تعريف نكتبها فقط D تساوي A، وثانيا هذا لا يتعبنا، واضح. من أجل كل X من D إشارة Fx أكبر تماما من الصفر. الأسباب الآن، أولا إضافة إلى الأسباب الA والB والC أعداد موجبة، فإن الأسية موجبة مش أسية X، أسية X وأسية 2X بصفة عامة، أسية U دائما موجبة. إذا هذا فيما يخص رقم 1. نمر الآن إلى رقم 2. إذا هذا فيما يخص رقم 1. الآن رقم 2، F لX تساوي 1 ناقص أسية 2X. أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا D تساوي A، ثانيا هذه الآن إشارتها غير واضحة لأن الواحد فعل الموجب تماما وهذه موجبة تماما، لكن بيناتهم نقص، قد تكون نتيجة موجبة قد تكون سلبة. هذا لا يحتاج منا إلى تبديل متغير، هذه مباشرة قانون نكتبه واحد. إذا نحل الأفضل، إذا عدنا F لX هذا فرق بين مربعين نحلله، ما فيها صعوبة. لكن قبل هذا نبحث عن الأعداد التي تعدمه. من أجل كل X من D F لX تساوي الصفر، معناه 1 ناقص أسية 2X تساوي الصفر. المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، تصبح أسية 2X تساوي 1، وهذا معناه أسية 2X تساوي أسية الصفر، يعني 2X يساوي صفر. إذا X يساوي الصفر لأن جداء يساوي صفر، الأول يساوي صفر أو الثاني، بما أن اثنين ما تساوي الصفر فإن X يساوي الصفر. إذا وجدنا أن FX تنعدم من أجل هذه القيمة. ما نروحش نتسرع الآن وندير الجدول. إذا الآن باش ندير جدول لازم أول شيء نحلل، هذه ثانيا. ثالثا كاين طريقتين، إما تحل إحدى المتراجحتين تختار FX موجبة تماما أو سالبة تماما تحر، أو تحلها بهذه الكيفية. إذا عدنا F لX تساوي 1 ناقص للتوضيح فقط أسية X الكل تربيع، وهذا الواحد أيضا نكتبه الكل تربيع. إذا 1 ناقص أسية 2X نستطيع كتابتها 1 مربع ناقص أسية X الكل تربيع. هذا فرق بين المربعين، يعني Fx تساوي 1 ناقص أسية X في 1 زائد أسية X. في الصعوبة واضحة. إذا ما دام حللنا كما في القانون أعطيناكم نصيحة، قلنا لدراسة إشارة مقدار من هذا الشكل نحلله إلى عبارات من شكل ألفا أسية X زائد بيتا. طبعا راكم تلاحظوا عندكم جداء عاملين، احد العوامل اشارته واضحه وموجب تماما هو هذا، اذا هذا لا يدخل في الاشاره. اذا نقول عندئذ اشاره
اف لي اكس هي إشارة ماذا؟ واحد ناقص أسية إكس فقط. ما هو السبب؟ لأن المقدار الثاني واحد زائد أسية إكس موجب 8. هلا رجعنا الآن هذه العبارة إلى عبارات من هذا النوع، وراكم تلاحظوا الأ اللي هو معامل الأسية والبي من إشارتين مختلفتين. إذا نستعين بالجدول. هذا الجدول إشارة اف اكس تعطى بالكيفية التالية: هذا اكس، اف اكس مجال التعريف من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وين ينعدم هذا المقدار أو هذا المقدار أو هذا المقدار، وجدنا هنا عدم عند الصفر بهذه الطريقة. أصغر منه واش نكتب؟ عكس إشارة أ. شنو نقصدو بأ؟ ليس معامل أسية 2 اكس. إذا هذا هو الشكل هذا. إذا هنا معامل الأسية سالب، هنا يكون عكسه موجبة هنا سالبة، ونكون بذلك قد أجبنا عن الحالة الثانية. رقم ثلاثة، المطلوب دراسة إشارة fx. كالعادة دائما أول شيء مجموعة التعريف أعطيت لنا، إذا أولا دي تساوي a، ثانيا نتبع النصائح التي ذكرناها سابقا لدراسة إشارة هذا المقدار. لما تكون الـ A والـ B والـ C من إشارات مختلفة، راكم تلاحظوا هنا A قيمتها 3 و B قيمتها 1 و C قيمتها ناقص 4، فهي من إشارات مختلفة. نصحنا بالتحليل. طبعا باش نحلل أول شيء نحلو المعادلة. إذا من أجل كل إكس من دي نقوم بحل المعادلة fx تساوي الصفر، معناه 3 أسية 2x زائد أسية x ناقص 4 تساوي الصفر. نستعين الآن بالمجهول المساعد، ولا قبلها نوضح لكم هذه أكثر. هذه عبارة عن 3 أسية x الكل مربع زائد أسية x ناقص 4 تساوي الصفر. بالاستعانة بالمجهول المساعد نضع أسية x تساوي t، تصبح 3 t مربع زائد t ناقص 4 تساوي صفر. مادام أدخلنا رمز جديد يجب أن نعرفه، وضعنا أسية x يساوي t. المفروض كقاعدة عامة هذه نعالجها بالمميز دلتا، هذه كقاعدة عامة، لكن نظرا لأن مجموع المعاملات معدوم فهذا يتحلل كما يلي: تي ناقص الحل الظاهري الواضح هو أن الواحد هو حل هذه المعادلة، فنكتب تي ناقص واحد والقوس المتبقي واضح. إذا عندكم 3 تي مربع تنتج من ضرب الأول في الأول، إذا هذا في هذا يعطينا 3 تي مربع. ماذا نكتب هنا؟ نكتب 3 تي بهذه الطريقة. ثم عندكم 4 تكتبوا هنا 4، قالنا وراها نكتبوا زائد ولا ناقص، الأخير اللي هو ناقص 4 ينتج من ضرب الأخير في الأخير، يعني ناقص 1 في هذه القيمة تعطينا ناقص 4، إذا واش نقترحنا؟ طبعا نكتب زائد. هاي تصبح ناقص 1 في 4 تعطينا ناقص 4. هذه الآن الأول يساوي الصفر أو الثاني يساوي الصفر. هذه تعطينا تي تساوي واحد، وطبعا هنا مباشرة تي تساوي ناقص 4 على 3. الآن نأتي بقيم إكس. الحالة الأولى نبدأ بالأسهل، أسية إكس تساوي تي، تي عنده قيمتين، هذه ناقص 4 على 3 واضح ليس لها حل في آل. لماذا؟ لأن الأسية موجبة. أما الحالة الثانية هي أسية إكس تساوي 1، هذا بدون طبعا الاستعانة باللوغاريتم، أسية إكس تساوي أسية الصفر ومنه إكس يساوي الصفر، بمعنى أن إف إكس تنعدم. إذا ممكن نلخصها، إف إكس تنعدم عند إكس تساوي الصفر. هذه كملاحظة. الآن إذا القيمة العبارة إف إكس تنعدم عند قيمة واحدة هي إكس تساوي صفر، نريد الآن معرفة الإشارة ينبغي أن نحلل.
إذا نتذكر ونجعل التحليل من هذه وراء التحليل هذا راكم تلاحظوا فيه هاو التحليل تاعه. إذا بما أن وبما أن ثلاثة تي مربع زائد تي ناقص أربعة تساوي وراء التحليل تاعه هذا تساوي تي ناقص واحد في ثلاثة تي زائد أربعة، فإنه لدراسة إشارة اف اكس نحللها إلى عبارات من هذا الشكل. نعوض تي بأسية اكس، هذه تعطينا اف لإكس، إذن هذه بالضبط لما نرجعوها تي قيمتها اللي هي أسية اكس تعطينا هذه 3 أسية 2 اكس زائد أسية اكس ناقص 4 اللي هي بالضبط اف اكس. ماذا تساوي؟ تي نعوضها تصبح أسية اكس ناقص 1 في 3 أسية اكس زائد 4. إذن هذا هو التحليل الخاص بإف اكس. إذن ما هي إشارة إف اكس؟ إذن إشارة إف لإكس هي نفس إشارة ما دام إف اكس عبارة على جدا عاملين واضحين، العامل الأول هو أسية اكس ناقص 1 والعامل الثاني هو 3 أسية اكس زائد 4، هذا موجب تماما يحذف. إذن أصبح هي إشارة أسية إكس ناقص واحد، والإشارة تاعو هذه واضحة، إذا نديروها مباشرة، هذه عبارة عن إكس، وهذه إف لإكس. مجال التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إف إكس تنعدم عند هذه القيمة اللي هي صفر، والإشارة لا ننظر إلى هذا، ننظر إلى هذا فقط، ما دام هذا راه مثل هذا، والأ والبي من إشارتين مختلفتين، هنا عكس إشارة أ، شنو نقصدوا بالأ؟ ليس كما ذكرناه سابقا اللي هو 3 والبي 1 والسي تساوي ناقص 4، راه نتكلموا الان على هذا، هذا من الشكل هذا، اذا عكس اشارة أ يعني عكس اشارة معامل الأسية، بما ان معامل الأسية موجب تكون سالبة وهنا موجبة، ونكون ذلك قد انهينا العمل مع الحالة رقم 3. تبقى لنا الحالة رقم 4، اف لإكس تساوي أسية 2x ناقص 5 أسية إكس زائد 6. أول شيء مجموعة التعريف، أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا دي تساوي أ، ثانيا بما أن الإشارات مختلفة الأ موجب البي سالب والسي موجب، إذا أول شيء نبحث عن العدد الذي يعدم إف لإكس، من أجل كل إكس من دي إف لإكس تساوي الصفر يكافئ منطقيا أسية 2إكس ناقص 5 أسية إكس زائد 6 تساوي الصفر، نستعين بمجهول مساعد، إذا هذه نوضحها أكثر، هي عبارة عن أسية إكس الكل تربيع ناقص 5 أسية إكس زائد 6 تساوي صفر، بوضع أسية إكس تساوي تي تصبح تي مربع ناقص 5 تي زائد 6 تساوي صفر، مع العلم أننا وضعنا أسية إكس تساوي تي. طبعا هذه نعالجها بالمميزات دلتا، إذا لو نسمي هذه المعادلة نجمة، إذا نحل المعادلة نجمة باستعمال المميز دلتا، دلتا يساوي بي مربع ناقص 4 ا سي. طبعا أول شيء تجرب مجموع المعاملات غير معدوم، إذا الواحد ليس حلا، إذا تحل بدلتا عادي، حيث قيمة البي هي ناقص 5، وكنصيحة دائما حاول تكتب قيمة البي، لأن قيمة البي هي اللي تقلط التلاميذ. في حالة دلتا نخرجوا كيف كيف، اللي اداها ناقص 5 يحسب دلتا، واللي اداها 5 يخرج في نفس النتيجة، لكن الحلول تكون خاطئة، إذا ردوا بالكم لازم نكتب قيمة البي. إذا هذه تعطينا ناقص 5 مربع ناقص 4، الأ قيمتها 1 والسي قيمتها 6، كم النتيجة؟ إذا هذه 25 وهذه 24، إذا قيمة دلتا تساوي 1. إذا بما أن دلتا أكبر من صفر فلي المعادلة النجمة هذه حلين متمايزين هما تي فتحة وتي فتحتين. تي فتحة يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ، نقوم بالحسابات اللازمة، بي تساوي ناقص 5 في الناقص إذا تعطينا زائد 5،
ناقص A زائد جذر دلتا هو واحد، إذا هنا زائد جذر دلتا واحد على 2 A، A قيمتها واحد إذا 2، 6 على 2 إذا 3. الحل الثاني T فتحتين يساوي ناقص B ناقص الجذر التربيعي لدلتا على 2 A يساوي 5 زائد 5 ناقص 1 على 2 يساوي 4 على 2 يعني 2. هذه قيم تي، لكن نحن نريد قيم اكس. اذا الحاله الاولى اسيه اكس تساوي قيمه تي فتحه تي يعني 3، تحصل على اكس يساوي لوغاريتم 3، هذا الحل الاول. الحل الثاني اسيه اكس تساوي 2، تحصلوا على اكس يساوي لوغاريتم 2 بهذه الطريقه. الان مادام وجدنا عدا حلين، اذا نحلل. اذا ولدينا هذا راح نلاحظوا فيه تي مربع، تي مربع ناقص 5 تي زائد 6 يتحلل. كيف يتحلل؟ يتحلل بهذه الطريقه. ا تاع السنه الثانيه تي ناقص تي فتحه في تي ناقص تي فتحتين، يعني تي مربع ناقص 5 تي زائد 6 يتحلل بالشكل التالي. الا قيمتها 1 فتصبح تي ناقص الحل الاول تي فتحه وليس اكس، تي فتحه هو 3 مضروبه في تي ناقص تي فتحتين يعني 2. نحذف الان تي ونرجعوها للاسيه. اذا ومنه هذه لما نرجعوا الأسية هذه تصبح أسية 2x ناقص 5 أسية x زائد 6 اللي هي fx، وهذه تصبح هي أسية x ناقص 3 في أسية x ناقص 2 هكذا. الآن هذا مادام هذا راه من إشارتين مختلفتين وهذا من إشارتين مختلفتين، عندك طريقتين. طريقة أولى تستعمل هذه النصيحة اللي تعودنا عليها، إذا هكذا تكتب هنا x وهنا f ل x، صح؟ متى هذا؟ كي يولي عندك حلين بالنسبة ل x دير هذه الطريقة. إذا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ترتب لي العددين حلين، ليس الواحد واثنين، ليس ثلاثة واثنين، هذه قيم t. قيم x لوغاريتم 3 ولوغاريتم 2، ما دام الدالة لوغاريتم متزايدة هذا هو الأصغر، لوغاريتم 2 هو أصغر من لوغاريتم 3، فنكتب لوغاريتم 2 ثم لوغاريتم 3، تنعاد، هنا تستطيع أن تتعامل معه مثل إشارة كثير حدود من الدرجة الثانية، تقول لي بين الحلين عكس إشارة معامل لوغاريتم x مربع. إذا هذا هو معامل لغات مش إكس مربع، معامل أسية 2X، أسية 2X معاملها واحد يعني موجب، ندير عكسه وهنا نفسه. هذه طريقة. طريقة ثانية الجدول لهذا الكيفية، إذا هذه إكس ثم أسية إكس ناقص 3، بعد ذلك أسية إكس ناقص 2، ثم الجداء اللي هو f لx، تجد نفس الإجابة. ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، نكتب الحلين، الحلين هما لوغاريتم 2 ولوغاريتم 3. طبعا ندير خطوط بهذه الكيفية. نبدأ بهذا، أسية x ناقص 3 ينعدم عند لوغاريتم 3، هنا ندير صفر. أصغر منه عكس إشارة معامل الأسية، معامل الأسية نطبقوا الآن بهذا القانون، معامل الأسية هنا موجب، إذا تكون سالبة هنا موجبة. أسية إكس ناقص 2 ينعدم عند لوغاريتم 2 أقل منه عكس إشارة معامل الأسية، إذا هنا سالب وهنا يكون موجب وهنا يكون موجب. إف إكس تنعدم عند هاتين القيمتين، الناقص في الناقص زائد، ناقص في الزائد ناقص، وزائد في الزائد زائد، ونكون بذلك قد أجبنا على الحالة الرابعة. أظن هذا التمرينين كافيين لترسيخ هذا القوانين في أذهانكم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في حصة أخرى بحول الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.